يبقى هناك 10% لم يصوتوا أو 12%، وهذا رقم مبالغ فيه. عندما نقول أن حوالي 88% وتجاوزت ذلك الرقم نسبة حضور المقترعين، هذا الأمر لم نسمع به ولا بكل الديمقراطيات. تركيا الآن تثبت من جديد أن هناك الأنظار كلها موجهة إلى الانتخابات التركية، والشارع التركي كله معلق بنتائج الانتخابات التركية. فقط يتبقى حوالي 10%، أظن أن هؤلاء إما لديهم حالات خاصة صحية أو ما شابه، أو قد يكونون يحتاجون إلى خطاب أعلى من ذلك. قد تكون فترة 15 يوم غير كافية للمرشحين لاستقطابهم، لذلك يجب التركيز عن من نزل إلى صندوق الاقتراع من القوميين ليستقطبوا برسائل إيجابية. حظوظ أردوغان أكبر بكثير من حظوظ